معكم دامي يوسف، مدرسة English Reading في الولايات المتحدة الأمريكية، والنهاردة هتكلم معاكم إزاي نحسن مستوى أطفالنا في فهم اللي هما بيقروه في الكومبرهنشن. قدام حضرتكم الأول دي اليوتيوب شانل بتاعي، أحب أن حضرتكم تشرفوني فيه وتعملوا سبسكرايب ويصلكم كل ما هو جديد وله علاقة بالتعليم. أول حاجة لازم نعرفها شوية تيبس عشان خاطر نمبروف الكومبرهنشن ليفلز بتاعت أولادنا. البرزنتيشن هيوضح لكم 6 استراتيجيز معينين اول ما هتعملوا بيهم اولادكم هيتحسنوا كتير. اول حاجه لازم نساعد اولادنا ان هم يقروا اوت لاود، يعني بصوت عالي. الصوت العالي مش هيخليهم بس ان هم يشوفوا الكلام اللي هم بيقروه، لا كمان هيسمعوه. دوت هيساعدهم كتير ان هم يجيت انجيج اكتر ويفهموا اكتر اللي هم بيقروه. ولما بناخد تيرنز في الريدنج كل واحد يقرا شويه، ده كمان بيفرق معاهم جدا، لان هم كل واحد بيسمع التاني هو بيقرا، بيركز كويس قوي وهو بيقرا والتاني كمان بيقرا معاه. نديهم كمان كتب ونميك شو ان احنا بنختار لهم the right books at the right level، الكتب اللي هي في المستوى بتاعهم المظبوط. وقبل كده انا اتكلمت في فيديو تاني على موضوع ازاي نختار الكتب المناسبة لسنهم وللمرحلة الدراسية بتاعتهم وكمان لمستواهم في القراية عن طريق lexile.com. نختار الكتب اللي هي مش صعبة عليهم، not too difficult، وفي نفس الوقت لازم يكونوا عارفين اكتر من 90% من الكلام المكتوب يكون مفهوم بالنسبة لهم. 10% بس يبقى اسمه challenging، في شيء من الصعوبة عشان يديهم مساحة للتفكير. وكمان avoid frequent word decoding، يعني ما نبقاش كل شوية محتاسين ان احنا ازاي نقرأ الكلمة، نركز اكتر في المعنى الاجمالي اكتر ما احنا نبقى مركزين اكتر ازاي هنقولها. طبعا احنا عارفين ان احنا من ضمن التيبس تالت واحدة ري ريدينج، يعني قرينا نقراها تاني. لما نقراها تاني دوت والبيلد فلوينسي، والفلوينسي اللي هي المقدرة الواحد يقرا بطلاقة، دي هتفرق مع أولادنا كتير وهتخليهم يحسوا ان هم عندهم ثقة، فدوت كمان يساعدهم على التفكير في اللي هم بيقروه بدل ما يقعدوا يبقوا مشغولين بإزاي هيقروه، ودوت بيقلل من ثقتهم بنفسهم. عشان كده في الأول بنقرا read familiar simple books multiple times، في الأول خالص بنقرا نفس الكتب كذا مرة فالأولاد بيتعودوا عليها. عشان كده بنبتدي مع الأطفال الصغيرين خالص بالnursery rhymes. Practice decoding words quickly for fluency. في كلمات معينة على طول بنعرفها وبنعرف أشكالها، زي مثلا لما بنبتدي في VBK والkindergarten بالsight words، الكلمات اللي هم أول ما بيشوفوها على طول بيعرفوا هي من غير ما يحاولوا يستهجوها. وimproves reading speed and comprehension. لما بيقروا كذا مرة نفس الحاجة، أكيد طبعا لما يقروها تاني مرة أو تالت مرة طبعا هيبقوا أحسن وأفضل فيها وهيقدروا يقروها بطلاقة. آخر حاجة إحنا لازم نعرف إيه هي الكتب للبيجينر ريدرز، يعني لازم نشوف إيه هي الكتب اللي هم يبتدوا بيها عشان نبني ثقتهم بعد كده نطلع بيهم في المستوى. لو الأولاد في سن الدراسة إحنا محتاجين نعرف آراء المدرسين المتخصصين عشان خاطر يقولوا لنا إيه المناسب ليهم. Yeah, teachers can guide with the next steps. Seek help for vocabulary and phonics skills. لو إحنا محتاجين مساعدة إزاي نساعدهم إن هم يعرفوا الفوكابلوري مش مجرد كلمة ومعناها، لا إزاي يعرفوا different strategies figure out المعنى بتاع الكلمة من غير ما يكونوا عارفينها من الديكشنيري، مجرد ما يبصوا على الكونتكست التكست اللي هما بيقروها فيها يقدروا يستنبطوا معناها من الكونتكست كلوز. وcollaborate for improved reading comprehension زي ما انا بعمل دلوقتي مع حضراتكم، بتعاون معاكم عشان خاطر نحسن مستواهم في الريدنج. وطبعا في جيمز كتيره جدا وحاجات ممكن يجيبوها من على امازون او اي باي او اي مكان، زي مثلا الفونكس سيتس زي بوكيمون فونكس والبيت ذا كات فونكس بوكس. دول كلهم تولز ممكن تساعد اطفالنا هم لسه في السن الصغير يحسنوا من الريدنج وامبروف ذا فوكابولري، وده طبعا هيحسن السكيلز بتاعه الكومبرهنشن. سبلمنت كلاس ريدنج، ما ينفعش ان احنا نركز بس على اللي هم بياخدوه، لا